السلام عليكم. الإغاثة في تعز الحلقة المفقودة في زمن الحرب والجوع، فقد ثارت في الآونة الأخيرة قضية نهب وبيع الإغاثة أو مصادرتها لجهات أخرى. ملابسات اختفاء 600 ألف سلة غذائية تركت الباب مفتوحا لأسئلة كبيرة حول مصير المساعدات الإنسانية وجريمة الإتجار بها، قفزا على مجاعة تضرب مدينة منكوبة بالقصف والحصار. فهل يأتي نهب المساعدات الغذائية ليقضي على ما تبقى من صبر هذه المدينة؟ وما هي أسباب الصراع حول الإغاثة؟ ولماذا تغيب الفعالية الرقابية عن تعز وتفاقم من مأساتها؟ وأين ذهبت 600 ألف سلة غذائية كان يفترض أن توجه لسكان تعز المحاصرة؟ من الجهات المسؤولة عن هذا القطاع؟ وما هي آلية التوزيع؟ وما أسباب اللبس والجدل بين اللجنة العليا للإغاثة وفرعها بتعز والسلطة المحلية والمنظمات العاملة في هذا المجال؟ ولماذا رفضت المنظمات المحلية تقديم تقاريرها عن آلية وخارطة التوزيع؟ مشاهدينا الكرام، حلقة المساء اليمني تسأل عن مصير 600 ألف سلة غذائية في تعز. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. للمعاناة في تعز أوجه متعددة، لكنها وعلى كثرتها يبرز وجه جديد هذه المرة قادم من صفوف الشرعية ذاتها. التلاعب والفساد في ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية بلغ حدا يصعب السكوت عنه. ترشق إعلامي وتبادل اتهامات وبيانات رسمية تتحدث عن اختفاء 600 ألف سلة غذائية من نصيب محافظة تعز. يتساءل الجميع عن مصير 600 ألف سلة غذائية سلمت من مركز الملك سلمان لعدد من المنظمات لكنها لم تصل إلى المستحقين. يقول المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة إن عدد السلل الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان لتعز أكثر من 870 ألف سلة، فيما أعلن عن وصول 200 ألف سلة فقط، فإن ذهبت ثلث السلال المفقودة. تساؤلات عن الجهات التي سلمت لهم تلك الكميات ومقدار ما تسلمته وتاريخ التسليم من أجل التحقق من وصولها وأين ذهبت، لتأتي الإجابة من الوزير عبد الرقيب فتح رئيس اللجنة العليا للإغاثة في تصريح له يقول: الجهات التي استلمت إغاثة تعز منذ بداية الحرب هي برنامج الغذاء العالمي وإتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز والمنسقية الرباعية وإتلاف الخير حضرموت ومؤسسة إنجاز والبادية. يقول أيضا إن اللجنة العليا للإغاثة لا تستلم إغاثة عينية وليس لديها ولا تستلم إغاثة مالية وليس لديها حسابات بنكية، لكن هذا لا يعفيه من موقعه كرئيس للجنة الإغاثة والمسؤول الأول عما يحدث من تلاعب في ملف الإغاثة من معرفة مصير السلال المفقودة. 600 ألف سلة غذائية تذهب أدراج الرياح. يقول بعض المحتجين إن هذا جزء مما وثق من هذه السلال، أما ما نهب حقيقة وبجوانب غذائية مختلفة فإن الحقيقة لو كشفت ستكون صادمة. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز الأستاذ رشاد الأكحلي وأكيل المحافظة ورئيس اللجنة الفرعية للإغاثة. مساء الخير أستاذ رشاد. مساء نور أستاذ رشاد، هل تسمعني؟ نعم نعم. إذا أستاذ رشاد، يعني بداية أود أن أسألك عن كمية المواد الإغاثية التي وصلت إلى تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. كمية الإغاثة الواصلة إلى تعز طبعا أرقام متضاربة نتيجة لاختلال العلاقة بين اللجنة الفرعية للإغاثة والمنظمات التي تتولى مسؤولية إمداد المحافظة بالمواد الغذائية. ونحن نقول إنه طبيعة عمل اللجنة الفرعية إذا لم يكن هناك مساعدة من المنظمات العاملة في المجال الإغاثي لن تستطيع اللجنة الفرعية متابعة الكميات التي تدخل إلى محافظة تعز. ونحن نقول بأن هناك من الإجراءات والضوابط التي يفترض أن تضبط العمل الإغاثي في محافظة تعز أو حتى على مستوى اللجنة العليا. فأطراف العمل الإغاثي ثلاث جهات، وهي اللجنة الفرعية والمنظمات العاملة في المجال الإغاثي سواء كانت منظمات خارجية أو داخلية والجهات المانحة. طبيعة عمل اللجنة الفرعية للإغاثة هي عمل تنسيقي إشرافي تقييمي.
ولهذا أود أن يعني أفهم منك يعني مفهوم كلمة تنسيق، يعني إذا أنتم لا تعلمون يعني حقيقة عدد المواد الإغاثية، ما هو التنسيق بالضبط الذي تقومون به؟ هناك في إشكالية في مسألة القبول مسألة التنسيق، هو التنسيق بين المنظمات، لأن الجهات المانحة لا تتعامل مع الجهات الحكومية في إعطائها مواد غذائية. نعم. الجهات المانحة مثل مركز سلمان، الهلال الإماراتي، يتعامل مع منظمات مجتمع مدني، وبالتالي اللجنة الفرعية للإغاثة أو اللجنة العليا ليست هي جهات مستلمة للمواد الغذائية، بل ولا تستلم ولا تسلم، ولا نمتلك من المخازن التي يمكن لنا أن نخزن فيها المواد الغذائية. عندما تستلم هذه المنظمات يفترض أن تأتي إلى اللجنة الفرعية محددة الكمية التي استلمتها والجهة التي تسلمت منها وخارطة التوزيع، الذي نحن نقوم بمسألات التنسيق مع هذه الجهات. هناك بعض الجهات التي تعمل في الجانب الإغاثي حتى اليوم لا تعترف باللجنة الفرعية للإغاثة، وتتعامل مع اللجنة الفرعية للإغاثة كأنها دخيل فيما يتصل في العمل الغذائي، فيما يتصل بالتنسيق والإشراف والتقييم. نحن نقول إنه طبيعة عمل اللجنة الفرعية للإغاثة جاء انسجاما مع الجانب الإنساني بعد عملية الحرب. كل هذه المنظمات 276 منظمة عاملة في تعز اللي هي العاملة الرئيسية، و16 منظمة أجنبية تعمل في الجانب الإغاثي. نحن نقول أن طبيعة عمل اللجنة الفرعية معها هي عمل تلسيقي إشرافي رقابي. نحن نحاول بقدر الإمكان، لكن اسمح لي أستاذ رشاد، لا يمكن أن ينجح عمل اللجنة، لا يمكن سيدتي الكريمة، لا يمكن أن تنجح اللجنة الفرعية للإغاثة إذا ما كانت هناك المنظمات غير قادرة على التعامل. نحن نقول إن هناك منظمات تتعامل مع تستلم مبالغ عينية، هذه المبالغ العينية لا نستطيع معرفتها لأنها يتم شراء المواد الغذائية من داخل المدينة. نحن نقول بأن اللجنة الفرعية للإغاثة ليست لها علاقة بالمواد الإغاثية، لا تستلم ولا تسلم ولا لها. الجهات المانحة لا تتعامل مع الجهات الحكومية. هناك طبيعة مختلفة تعاملت معها المنظمات. هذه النقطة سيدتي الكريمة، اسمعينا بهذه النقطة. نحن بعد ما تشكلت اللجنة العليا للإغاثة واللجنة الفرعية للإغاثة، انتقل عمل المنظمات في المرحلة الاستثنائية اللي دخلنا فيها مرحلة الحرب من العمل الخيري إلى العمل الإغاثي. كثير من المنظمات لم تتعامل مع العمل الإغاثي كعمل إغاثي. ولماذا صمتتم عليها حتى هذه اللحظة أستاذ رشاد؟ على قاعدة العدل في عملية التوزيع. أستاذ رشاد، يعني تحدثني أن عملكم تنسيقي، عملكم إشرافي، عملكم رقابي، ومع ذلك لم تعترف بكم عدد من المنظمات كما قلت، لم تعلموا كمية المواد المستلمة أو كيفية توزيعها. إذن يعني أنتم تنتظرون في مكاتبكم حتى تأتيكم المنظمات لتقول لكم أنا أستلم سين أو صاد. يعني هناك حديث أستاذ رشاد عن 600 ألف سلة غذائية، هذا رقم مهول، يعني ربما أكثر من ثلثي المعلن عنه أو الذي تم توزيعه. يعني انتظرتم حتى هذه اللحظة حتى يعني قمتم بالتساؤل أو يعني عملية الرقابة لهذه المنظمات؟ أختي الكريمة، لا يعيب هذا اللجنة الفرعية، لا يعيب هذا اللجنة الفرعية. عندما بدينا نعمل عملنا إعلان أو بيان أو تعميم، قامت الدنيا ولم تقعد في مسألة بحث إجراءات عمل اللجنة الفرعية، وقالوا بأنه نحن نتعامل بعمل استخباري وعمل سري وعمل يعني قضية. انتقلت سيدتي الكريمة المنظمات هذه اللي كانت تعمل لعشرات السنوات، انتقلت من العمل الخيري إلى العمل الإغاثي الذي يفترض أن يكون له بعد إنساني. هذا الجانب كثير من المنظمات لم تستوعبه بعد في مسألة العمل الإنساني، في مسألة الإغاثة والتفريق بين العمل الإنساني والعمل الخيري على قاعدة العدالة في عملية التوزيع. نحن لسنا قاعدين في مكاتبنا، نحن نشتغل ونعمل، وكثير من المنظمات تعمل معنا وتجتهد معنا ويشتغل. ما جاء حول 871 ألف سلة غذائية، هي وردت على تصريح أحد الإخوة في مركز سلمان بأنها ما دخل إلى تعز من كمية الإغاثة حوالي 871 ألف سلة. هذا الكلام، العدد المهول الذي قلتم عليه،
نحن كان من الطبيعي والمنطقي أن نتساءل كما تساءل المواطنين كيف دخلت وأين دخلت وهل هي فعلا هذا الرقم صحيح؟ نعم دعني أسألك أستاذ رشاد، نعمل مذكرة إلى مركز سلمان سيدتي. نعم. سيدتي ما اضطرنا إلى أن نعمل مذكرة إلى مركز سلمان لتوضيح هذا الرقم، ما هي الجهات التي تسلمت هذه الكمية؟ لا يعني مركز هل حصلتم سلمان على رد أستاذ المنظمات رشاد؟ المنظمات الإغاثية كيف تحصل على موادها الإغاثية يا سيدتي الكريمة؟ نعم يعني حتى يعني نمشي نقطة الإغاثية. نقطة أستاذ رشاد اسمح لي، يعني هل حصلتم على رد بعد رسالتكم لمركز الملك سلمان؟ أي تمام. نعم ما هو الذي السؤال الأبرز؟ السؤال الأبرز سيدتي أين ذهبت 871 ألف سلة غذائية؟ سؤال وهذا سؤال الجميع عمان. ربما نعم الطبيعة سؤال الجميع ربما صحيح سيدتي الكريمة. هذا الكلام يقودنا إلى مسألة مهمة، كيف تحصل المنظمات العاملة في المجال الإغاثي على الإغاثة؟ تحصل هذه المنظمات بالذهاب مباشرة إلى الجهات المانحة، يعني مركز سلمان لا يتعامل مع الجهات الحكومية، يتعامل مع المنظمات، وبالتالي جرت العقود فيما بين هذه المنظمات ومركز سلمان. ليس له علاقة اللجنة الإغاثية على الإطلاق. إذن اسمح لي أستاذ رشاد أن أنقل هذا. حتى الآن لم يأتينا الرد. بما يتصل بهذه لذا نعم. تصريح أخينا الوزير ذكر ست منظمات موجودة هل ذكرتها؟ نعم موجودة استلمت من مركز سلمان. هذه الست المنظمات نحن وجهنا لها رسالة اليوم، طلبنا منها تقرير بما استلمته من مركز سلمان من كمية التي سلمت لها ومكان توزيعها والكيفية التي تم فيها التوزيع وفقاً لإجراءات اللجنة الفرعية بالتنسيق والإشراف والمراقبة، وإن كانت قد مرت هذه المراحل المختلفة، لكن أقول إنه هذا الكلام اللي بعثناه نحن رسالتنا لهذه المنظمات لا يعني اتهام لهذه المنظمات بأن هذه الكمية هي معها، لكن نحن نقول عليهم أن يوافقوا بالرقم يعني أمر اعتيادي حتى نعم. نكون على بينة بالرقم صحيح. الموجود نعم اسمح لي أستاذ رشاد، يعني بيدي طبعا الرسائل التي تم توجيهها لبرنامج الغذاء العالمي لإئتلاف الخير بحضرموت، لإئتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز، لمؤسسة إنجاز ولمؤسسة البادية وللمنسقية الرباعية. تم توجيه رسالة لتوضيح يعني أو تقرير مفصل عن مقدار الكمية المسلمة لهم وأين وكيف تم توزيعها وذلك في مدة أقصى أسبوعين. اسمح لي أن أقول تساؤلك، كيف تحصل المنظمات على هذه السلال الغذائية؟ إلى الأستاذ محمد المقرمي الصحفي المتخصص بشؤون الإنسانية من الرياض. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبضيوف الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ محمد، ضيفي عبر الأقمار الصناعي الأستاذ رشاد الأكحلي يتساءل ونحن نتساءل معه، كيف تحصل المنظمات الغير حكومية أو غير الحكومية على السلال الغذائية وكيف يتم توزيعها؟ فيما يتعلق بالمنظمات المحلية الأمر الطبيعي أن يتم تقديم مذكرات إلى اللجنة العليا للإغاثة، وهي اللجنة العليا للإغاثة هي التي تزكي هذه المنظمات إلى مركز الملك سلمان أو إلى أي جهة مانحة. نعم. وعبرها مباشرة يتم اعتماد السلة الغذائية للمحافظة حسب الاحتياجات المرفوعة. كل نعم. هل تستلمها مباشرة من الجهات المانحة؟ هل يتم استلامها مباشرة؟ أم فيما هناك جهة وسيطة؟ فيما بعد يتم المنظمات المانحة على سبيل المثال مركز الملك سلمان يقوم لديه شركاء محليين ودوليين، الشركاء المحليين يتم التعاقد معهم بشكل مباشر بعد أن ترشح اللجنة العليا للإغاثة وتزكي الجهة التي ستتسلم الإغاثة. نعم. يتم كل التفاصيل تتم معرفة اللجنة العليا للإغاثة ويتم إيصال يتم رفع الاحتياجات وبعد ذلك اعتماد الكميات المحددة للمحافظة حسب الاحتياج والتوزيع والخطة، ويتم رفع تقارير دورية مستمرة تتسلم أي منظمة أو جهة إغاثية في الداخل تقوم برفع الاحتياج عن طريق اللجنة العليا للإغاثة، ثم بعد ذلك يتم اعتماد السلة الغذائية وتكون هناك رقابة من الجهة من مركز الملك سلمان، هناك رقابة ومتابعة مستمرة لهذه المنظمات
وتقارير وعمل دقيق جدا يتم بشفافية، والجميع يعلم كل المنظمات الإغاثية في الداخل شهد لها كل العاملين في الداخل من كل الجهات المانحة. نعم. الخلل الحقيقي هو في منظمة الغذاء العالمي، وأنا أستغرب حقيقة من اللجنة العليا للإغاثة عندما دعني أستاذ محمد دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ رشاد الأكحلي. ما رأيك أستاذ رشاد؟ يعني لا تتم الموافقة إلا بتزكية من على أي منظمة إلا بتزكية من قبلكم، كل التفاصيل تأتي إليكم، أنتم عملية يعني عمليا منسقين فعلا بين الجهات المانحة وبين المنظمات المحلية، ولكن هناك تقارير دورية ترفع إليكم من قبل هذه المنظمات التي يعني يجب أن تكونوا معنيين بها بحكم أنكم زكيتموها بحسب قول الأستاذ محمد. سيدتي الكريمة، نحن لا نتكلم حديث جدلي، المسألة لا. فيها إجراءات، فيها قواعد، فيها ترتيبات معينة. لم نبعث بأي رسالة لهذه المراكز. أنا أقول بأن هذه الجهات تتعامل مع المنظمات مباشرة وتعمل عقودها مع هذه الجهات مباشرة دون تزكية، بمعنى أنه عندما يجي يقول ائتلاف الإغاثة، سيدتي لحظة، عندما يجي يقول مركز ائتلاف الإغاثة بأنه تسلم 200,000، ليس لنا علاقة لا بمذكرة لمركز سلمان ولا لنا علاقة باستلامها، استلمها مركز ائتلاف الإغاثة على سبيل المثال، أنا أقصد مش اتهام، لكن بهذه الكيفية تروح الائتلافات والمنظمات والجمعيات تنشط وتبحث عن مصادر لها. المصادر هي تبحث عنها هذه المنظمات والجمعيات والهيئات والمنظمات، ولهذا نحن لما عملنا في تعز تعميم قلنا يا إخوة قولوا لنا مصادرنا، قالوا لا يمكن نبحث نعرف بمصادرنا لأن مصادرنا سرية. هذه المصادر السرية طيب ممتاز، لكن قولوا لنا كم هي الكمية اللي تتم توزيعها وهي المناطق اللي بيتم توزيعها. ما طرحه أخينا محمد المقرمي كلام غير صحيح، ليست هناك تقارير، ليست هناك رسائل من لنا للجنة لمركز سلمان على سبيل المثال بما يتصل بهذه الصفقات التي تتمت، ليس لنا علاقة فيها على الإطلاق. وأنا أعتقد أن هذه الضجة الكبيرة فيما يتصل بما عملناه نحن من رسالة لمركز سلمان وما يتصل بطلبنا من هذه المنظمة أن توافينا، أنا أعتقد إذا بالكلام اللي يطرحه الأخ محمد المقرمي ما هي الضجة، لماذا هذه الضجة المفتعلة التي تتم طالما الجراءات ماشية سليمة؟ وزي ما طرح أخينا بأنهم يحصلوا على شهادات كثير من المنظمات والهيئات، ممتاز. أنا أقول بأنه العمل الإغاثي عمل تكاملي بين اللجنة العليا واللجنة الفرعية والمنظمات، هي أذرعها في الواقع، هم الذي يتسلموا. حتى عندما تستلم منظمة من المنظمات تأتي إلى عندنا وتقول الكمية الموجودة عندنا، هذا عندما تأتي وقد استلمت الكمية، نحن عندنا قوائم من المشتكين والمتظلمين الذين لا يستلموا، وأن كثير من المساحات وكثير من المناطق التي في المدينة لم يستلموا ربما من سنتين. نحن نتدخل ونقول لهم هذه قائمة المتظلمين. نعم، اسمح لي أستاذ رشاد، يعني بسؤال تضاف إلى المناطق اللي سلمتوها. نعم، الضجة حدثت، إذا سمحت لي أستاذ الخطوات رشاد. واحد سيدتي الكريمة. نعم. واحد، المنح المراكز المانحة تمنح للمنظمات، اللجنة الفرعية تنسيقي إشرافي تقييمي. نحن نقول انه نحن لا نستلم ولا نسلم ولا عندنا، طيب مخازن. يعني اسمح لي استاذ رشاد، يعني انت تناقض تستلم وتسلم. اسمح لي استاذ رشاد، يعني تقول لي انكم تنسيقي اشرافي رقابي ومع ذلك لا احد ياتي اليكم ولا تعلمون بعدد السلال ولا يعني لا تعلمون لا بشيء مما يتم. ما يا سيدتي البعض يا استاذه، أنا أقول إنه على سبيل المثال. نعم. لا 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 تعممي المسألة، لا لا، المسألة مش معممة يا سيدتي. نعم، يعني هناك بعض المنظمات نتعامل، منظمات تأتي تسأل كم الكمية الموجودة، أين بيوزعوها، نتدخل نحن بإضافة أعداد من المتظلمين والناس الذين لم يستلموا فيه. لكن في بعض المنظمات التي ترى في اللجنة الفرعية تدخل غير مشروع، لأنه هذا التدخل ما هي هذه المنظمات أستاذ رشاد؟ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومن حق مكتب التخطيط. وأنا أقول هذه الإشكالية أستاذ الموجودة رشاد. على نعم. هذه المنظمات وضحت الصورة. نعم. ما هي هذه المنظمات التي عليها أن تأتيكم؟ لا،
في ما هي نقطة هذه لابد تفهميها سيدتي الكريمة. سيدتي تفضل. الكريمة في نقطة، نقطة لابد تفهميها. تفضل. نقطة. نعم. نقطة لابد تفهميها. نحن نقول إنه آليتنا في اللجنة الفرعية هي آلية تنسيقية إشرافية رقابية. ممتاز. تمام. عممنا هذه على المنظمات والجهات والهيئات. نعم. اليوم إذا أداتنا نحن في اللجنة الفرعية أداء ممتازة وكويسة. نحن سوف نتخذ من الإجراءات القانونية التي ترغم كل المنظمات أن يتم تعاملها وفقا للتنسيق والإشراف والتقييم من قبل اللجنة الفرعية، والتقارير لابد تسلم بشكل دوري فيما يتصل بالأعمال. لكن في مسألة مهمة، إنه توجيهنا نحن للرسائل الست لا يعني اعتهام لهذه المنظمات، لكن سؤال بارز، أين ذهبت 871 ألف سلة غذائية؟ نعم. وهذا هو سؤالنا، وربما هو سبب الضجة الكبيرة التي حدثت، لأنه تعز بحاجة إلى إغاثة سيدتي الكريمة. نعم صحيح. أستاذ رشاد، يعني دعني أنقل، يعني ربما يسمع إلينا الأستاذ محمد، كنت أود منك فقط يعني الإشارة لهذه، أستاذ رشاد، يعني الإشارة لهذه المنظمات حتى يعرفها الناس، ونستطيع أيضا مساءلتها بالاسم. لما لا تأتي إلى اللجنة الفرعية للرقابة لتسليم أو لإخلاء عهدة، لإعطاء كشوفات لمن تم تسليم ما لديك من سلال؟ أنقل فقط السؤال للأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني مثلا ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، مع من يتم التنسيق في مع مركز الملك سلمان؟ يعني يتحدث الأستاذ رشاد أن بعض المنظمات لا تعترف باللجنة العليا، لا تعطيها التقارير، وربما يعني الرسائل التي وجهت لست منظمات من ضمنها ائتلاف الإغاثة الإنسانية محافظة تعز، رغم يعني أنك تحدثت أن هناك تقارير دورية تصل إلى اللجنة العليا للرقابة، ما فائدة هذه الرسالة التي تم توجيهها لكم إن فعلا وصلتهم التقارير أولا بأول؟ شيء معين قبل، انا لم اسمع جيدا ما قاله الاستاذ رشاد لك حالي. نعم. فيما يتعلق بالدخول المنظمات، انا اؤكد عندما كنت مسؤول اعلامي لائتلاف الاغاثه الانسانيه بتعز، تسلمت التزكيه من الاستاذ عبد الرقيب فتح وسلمتها للمركز الملك سلمان. لائتلاف الاغاثه الانسانيه. يعني ليست اللجنه الفرعيه وانما اللجنه العليا الرئيسيه. اللجنه الفرعيه للاسف الشديد، مع كل احترامي للاستاذ رشاد اللكحلي والقائمين عليها، لكن هناك خلل في التعامل بين مختلف المكونات. فرق بين ان تتعامل كمنظمه، اين يكمن الخلل؟ لا يتم بالتسلط والاستعلاء، التعامل في الجانب الانساني، الجهات المانحة لديها رقابة، ليست بحاجة إلى رقابة اللجنة الفرعية ولا غيرها. اللجنة الفرعية لو دورها، يعني ترفضون أن تكون اللجنة العليا الفرعية رقابية عليكم؟ لا نرفض. أنا أولا أنا أتحدث كمختص بالشؤون الإنسانية، لا أمثل ائتلاف الإغاثة الإنسانية وقد تواقع. نعم. إذن ما هو الخلل الذي يعني تحدثت عنه؟ لا أتحدث عن جهة معينة. نعم. لكن أريد القول أن التقارير التي تقدمها ائتلاف الإغاثة الإنسانية سترفع مباشرة لمركز الملك سلمان، الجهة المانحة، لأي جهة تقدم الإغاثة يتم تسليمها، ترفع صور من هذه التقارير للجنة. اسمح لي أستاذ محمد، يعني أنا أختلف معك في هذه النقطة. يعني أنا كلجنة، اسمح لي أستاذ محمد، يعني كمنظمة عاملة في الميدان تريد يعني فعلا أن توصل السلال الغذائية لمستحقينها، ما سيضيرني إرسال نسخة مع التحية للجنة العليا للرقابة أو الفرعية للرقابة؟ يعني أين المشكلة؟ هناك رقابة موجودة من الجهات المانحة، هي التي توصلها إلى، وهي غير اللجنة الفرعية، جهات رقابية، كل مانح لديه آلية معينة في العمل. فيما يتعلق في ائتلاف الإغاثة الإنسانية الآن، هو الوحيد الذي يعترف الجميع بوصول إغاثته إلى تعز، يتم افتتاح المشاريع والتوزيع المسميات، يتم توصيله عبر التنسيق مع رشاد الأكحلي. وكنا في السابق نحرص دائما في كل شيء أن يتم كل عمل بإشراف اللجنة الفرعية واللجنة العليا للإغاثة، لم يتم تجاوز أي جهة معينة
كل التدشين التي تم لتوزيع الإغاثة كان بإشراف الأستاذ رشاد الأكحلي، موجود كان متواجد بكل. نعم أستاذ اسمح لي بس أوضح لك، يعني الأستاذ رشاد لم يعني منظمة بعينها، هو تحدث عن بعض المنظمات، ولكن كان التساؤل أن هناك 6 منظمات تم إرسال إليها رسائل لإيضاح المواد التي لديها خلال أسبوعين، وربما هي هذه 6 المنظمات. سأسأل أتحرى يعني مع الأستاذ رشاد، هل هي نفس المنظمات التي ترفض التعاون مع اللجنة العليا؟ يعني لم يحدد إلا أن هناك الائتلاف موجود من ضمن هذه الرسائل، وأنت قلت تتحدث باسم أحد. هو الأستاذ رشاد الأكحلي والجميع يعرف أن الائتلاف تسلم 200 ألف سلة غذائية، وأشار حتى في خطابه في الإعلام في كل ما أن الائتلاف قد تسلم 200 ألف سلة غذائية ووزارة السلة الغذائية. والخلل الحقيقي هو ليس في المنظمات الداخلية، من العيب أن يتم إظهار المنظمات الداخلية بهذا الشكل التناحر. الخلل الحقيقي هو في وصول 500 ألف سلة غذائية عبر برنامج الغذاء العالمي إلى تعز، وتقوم وتصمت الحكومة الشرعية الممثلة باللجنة العليا للإغاثة واللجنة الفرعية، لم تقدم مذكرة رسمية واحدة منذ بداية الحرب الآن 3 سنوات، ودخلت عبر تعز 500 ألف سلة غذائية واحتجزوها وتسلمت الحوثيين، لم تصل منها إلا 9 ألف سلة غذائية. كنا نناشد اللجنة العليا للإغاثة بأن تقدم مذكرة رسمية واحدة. أنا عاتبت المسؤولين في مركز الملك سلمان لماذا يستمرون في العمل. نعم أنت كنت أشرت إلى أن الخلل أستاذ محمد، أنت كنت أشرت في بداية حديثك عن لم يتم إيصال مذكرة، قالوا أنه لم يتم إيصال مذكرة رسمية على الإطلاق من اللجنة من الحكومة الشرعية تفيد باحتجاز الإغاثة. ألا بعد 3 سنوات الآن يقول تفاجأنا، أين هي؟ لماذا لم يتكلموا في بداية الأمر؟ هم يعلمون أن هناك في 2015 تم احتجاز 200 شاحنة، في 2016 نعم أستاذ محمد، يعني حتى تتضح الصورة للمشاهدين أكثر، كنت أشرت في بداية حديثك عن أن الخلل يكمن في برنامج الغذاء العالمي، حيث أنه استلم 500 ألف سلة غذائية، وربما يعني هذا الرقم المهول يفسر غياب هذه السلال إن صدقت النقطة. يعني حدثني عن هذه التفصيلة بوضوح أكثر، يعني لم يعني هل هناك عدم معرفة بأن هذا الرقم الكبير لدى برنامج الغذاء العالمي لا من قبل مركز سلمان ولا من قبل اللجنة الفرعية العليا؟ مركز الملك سلمان يعرف كل التفاصيل بالتأكيد، هو الجهة المانحة. نعم. وما تعاقد مركز الملك سلمان تعاقد مع برنامج الغذاء العالمي على سبيل المثال، تعاقد مع منظمات الامم المتحده ب 375 مليون دولار في العام 2015. كان البرنامج الغذاء العالمي 135 مليون دولار لايصال المساعدات الى كافه المحافظات اليمنيه منها محافظه تعز. قال برنامج الغذاء العالمي انه اوصل المساعدات الى محافظه تعز في العام 2015 في 2016 في العام 2017. الخلل الحقيقي ان الحكومه الشرعيه لم تقدم مذكره رسميه. قال برنامج الغذاء العالمي انه خلال هذه الفترات وصل اجمالي السلة الغذائيه التي ادخلها 500 ألف سلة غذائيه الى محافظه تعز في العام الاول 200 ألف، وفي العام الثاني كانت 100 ألف في 2016، والان يقول انه ادخل 200 ألف سلة غذائيه تم ادخالها. كانت هناك شاحنات تحتجز في منفذ الحوبان، لماذا لم تكلف اللجنه العليا واللجنه الفرعيه نفسها بمعرفة أين ذهبت مصير هذه الشاحنات؟ لماذا يتم اتهام المنظمات الداخلية؟ عيب، هذا أمر مخجل أن يتم وضع صورة تعز كأنها مكونات متناحرة حتى يتم التعامل مع جهات أخرى من الخارج ليتم إدخال. نعم. الآن يتم اعتماد أي إغاثة لمحافظة تعز، يتم إشراك شريك من خارج المحافظة لأنهم أعدوا أنهم يقحمون الحزبية في العمل الإنساني، فاشلون في العمل الإنساني في كل الجهات، أقحموا الحزبية في الجانب الإنساني، وهذا الخلل الحقيقي أمام اللجنة الفرعية وأمام المنظمات الإنسانية كلها في تعز. نعم إذا شكرا جزيلا لك محمد المقرم، المتحدث باسم عفوا الصحفي المتخصص بالشؤون الإنسانية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ربما هذا يدفعنا لسؤالك أستاذ رشاد، فعليا يعني المسألة حصرت في المنظمات المحلية وتم تراشق التهم هنا وهناك، ويعني ربما أدخل برنامج الغذاء العالمي كأحد الأطراف الذين وددت منهم توضيح الصورة، يعني هل لديكم معلومة فعليا أن هناك 500 ألف سلة تم استلامها من قبل برنامج الغذاء العالمي خلال عامين؟ إن لم يكن ذلك فلما لم تتابعوها حتى الآن؟ وإن يعني لديكم علم فبالتأكيد سيكون لديكم علم أين ذهبت.
أولا لم يتركز حديثنا عن المنظمات الداخلية، ولكن كان الموضوع هو فيما يتصل بمسألة الخمس المنظمات الواردة، ولهذا كان حديثنا منصب في هذا الجانب. لكن لا نستطيع نقول إنه ما عندناش مشاكل مع المنظمات الخارجية العاملة في المحافظة. الشيء في البداية أرجع إلى ما طرحه أخينا محمد المقرمي، بأنه ليس من صميم عمل اللجنة الفرعية التعالي والغطرسة. أنا أعتقد أنه نحن واعيين ومدركين بأن مسألة الغطرسة ومسألة الاستعلاء ليست من طبيعتنا على الإطلاق، وأنا أقول أنه لا يمكن أن ننجح بأي عمل إنساني فيما إذا كان التعامل فيه نوع من الغطرسة ونوع من الاستعلاء، لأن المسألة هي تشاركية فيما يتصل بين أطراف العمل الإغاثي اللي هي اللجنة الفرعية والمنظمات العاملة والمناكز المانحة. هذه ثلاثة أطراف هي قواعد العمل أو أطراف العمل الإغاثي، وبالتالي أقول أنا أنه نحن تعاملنا مع المسألة على أساس أنه تعامل يعني بشكل موضوعي. ما طرحه أخينا محمد المقرمي من معلومات عارفة في مركز سلمان عن الأرقام الموجودة، أنا أعتقد أنه أخينا الوزير عبد الرقيب فتح قد عمل من المذكرات والرسائل، وارجعوا إلى تاريخ ما كانت تحصل في مسألة الاستيلاء الحوثيين على كثير من الإغاثات وكثير نعم يعني من كنا نود أن يكون معنا، وأنا نعم أعتقد أنه الوزير دور فيها. نحن عندنا مذكرات الوزير يا سيدي نحاول الوصول له في أكثر من مرة أستاذ رشاد، يعني حاولنا ليست هذه المرة الأولى. أستاذ عبد الرقيب فتحي يعتذر دائما بأنه مسافر، وددنا التواصل بمركز الملك سلمان للتوضيح أكثر، وأيضا اعتذروا. يعني لما لا يتم التوضيح للناس بشفافية بوضوح؟ أنت لديك معلومات في إشكالية مع المنظمات الخارجية سيدتي، في معانا إشكالية مع المنظمات الخارجية. ما هي هذه الإشكالية؟ ربما هو الأكثر، في معانا إشكالية مع المنظمات الخارجية فيما يتصل بأدائها داخل المحافظة. إدارتها العاملة، إدارتها التنفيذية متواجدة في محافظة إب، هم لا يؤدوا دورهم في تعز إلا عبر مندوبين. هؤلاء المندوبين يتعرضون للابتزاز من قبل جماعة الحوثي فيما يتصل لعودتهم للحوبان أو دخولهم أو فيما يتصل. نحن طالبنا والأخ الوزير طالب أنه لابد أن تنتقل إدارات هذه المنظمة الخارجية العاملة إلى عدن حتى تستطيع أن توجه عملها بشكل ممتاز. اليوم منظمة مرسيكول عندنا مشكلة في تعز. برنامج الغذاء العالمي عمل لمرسيكول في منطقة المظفر والقاهرة بما يساوي 26,000 سلة، اليوم يريد ينتقل من هذه المنطقة ويخفضها إلى حوالي 20,000 سلة. الناس سارت فيما يتصل بمسألة انتقال هذه المنظمة إلى جهات أخرى. نحن على إشكالية مع برنامج الغذاء العالمي. أقصدنا بأنه لم نعطي تقرير اليوم عن نشاط اللجنة الفرعية سيدتي الكريمة. نحن تناولنا مجموعة من القضايا التي تعمل فيها اللجنة الفرعية، لكن أقول بأن اللجنة الفرعية إذا لم تتعاون المنظمات مع اللجنة الفرعية سوف يكون هناك فجوة فيما يتصل بالمعلومة التي تحصل عليها اللجنة الفرعية باعتبارها محصلة معلومة وليس موزعة إغاثة. المنظمات التي تستلم من الجهات المانحة هي التي تسلم للمواطنين، وبالتالي نحن نقول هؤلاء المواطنين سواء كانت منظمات خارجية. اليوم مرسيكول هو الممثل والشريك المحلي لبرنامج الغذاء العالمي، عنده إشكالية موجودة في برنامج الغذاء العالمي عطلته عن عملية الشغل. نحن عاملين إشكالية مع برنامج الغذاء العالمي، وابعثنا رسالة للأخ الوزير رئيس اللجنة العليا للإغاثة فيما يتصل بالقضايا المرتبطة بقضايانا مع برنامج الغذاء العالمي. لكن نحن نقول اليوم سيدتي الكريمة ما يتصل بحديث الساعة اللي هي 871,000 سلة لابد أن يعرف المواطن مصيرها وأين ذهبت. جميل. سواء كان مع المنظمات الموجودة الست أو مع برنامج الغذاء العالمي، نحن في اللجنة الفرعية نريد أن نعرف حقيقة هذا الموضوع بشكل أساسي. ونحن معكم أستاذ رشاد، وجهنا رسائل على أن ترجع هذه المنظمات على مدى أسبوعين بالكثير. ونحن سنتابعكم على أخواننا في هذه المنظمات أن يوافونا باللجنة الفرعية عن ما استلموه من مركز سلمان حتى نحن نبرئهم أمام الناس. صحيح. المسألة في أساس المسألة واضحة، يعني يفترض أن تكون واضحة في حالة ردهم لنا سوف يتم تبرئة ساحتهم فيما يتصل بما هو مشاح حول قضية تسرب هذه السلالة الغذائية. نعم.
يعني عموما يعني كما تفضلت، يعني حتى يتم اي طرف هو يعمل يعني في مجال الاغاثه لديه اوراقه لديه تقارير، ويفترض ان يعني المساله تكون اكثر سهوله. اسمح لي استاذ رشد يعني ان ينضم معنا ايضا عبر الهاتف محمد جمعان مسؤول مشروع اغاثه تعز في مؤسسه الباديه من حضرموت. مساء الخير استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أهلا بك أستاذ محمد. يعني نتحدث عن فقدان 600 ألف سلة غذائية أو أكثر. وجهت لكم اليوم ربما رسالة من اللجنة الفرعية للإغاثة لي يعني توضيح الكمية المسلمة لكم، أين تم توزيعها وكيف تم ذلك في مدة أقصاها أسبوعين. هل لديكم يعني الاستعداد لتوضيح تقاريركم، التعاون مع اللجنة الفرعية للإغاثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على المداخلة هذه، ونشكر طبعا مركز الملك سلمان على الإغاثة والأعمال الإنسانية حكومة وشعبا الوقوف مع الشعب اليمني. كذلك نشكر شكرا للجنة العليا للإغاثة مثل الوزير عبد الرقي فتح على الجهود التنسيقية للعمل الإغاثي. بالنسبة لنا مؤسسة البادية الخيرية، طبعا عملنا في الإغاثة في تعز، بدأ المشروع في 25 رمضان، طبعا تم توزيع 16000 سلة، وخاصة تم التركيز على مديرية المخاء وباب المندب. تم توزيع في المخاء 8200 سلة غذائية، وفي باب المندب ذباب تم توزيع 3670 سلة غذائية. طبعا بالنسبة للمؤسسة البادية الخيرية تعتبر في هذا الجانب الإغاثي تبني المعيار الأساسي على جانب الإحصاء في البيانات المسبقة من جهات ميدانية مباشرة للنازحين. يعني نحن بالنسبة كمؤسسة بادية يعني 16000 سلة تم توزيعها على في تعز في المخاء وباب المندب. نعم، هل تم إرسال تقارير للجنة الفرعية للإغاثة حول عدد السلال لديكم وكيفية توزيعها؟ طبعا نحن بالنسبة للمؤسسة البادية تم رفع التقارير للسلات الغذائية تم توزيعها 16000 سلة في تعز للمركز، وكذلك مكتب مركز الإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن تم إرسال لهم تقارير بذلك. يعني بالنسبة للجنة العليا للإغاثة لحد الآن نحن لم نرسل لهم التقرير، لكن إن شاء الله تعالى سنرسل التقرير لهم كامل جهزناه وأرسلناه للجهات المانحة، يعني مكتب مثلا الإغاثة، مركز سلمان، مكتب الإيمان، هنا أرسلنا لهم تقرير كامل يعني. نعم. إذا شكرا جزيلا لك محمد جمعان مسؤول مشروع إغاثة تعز في مؤسسة البادية، كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت. أستاذ رشاد، يعني لو تسألنا يعني عن آلية الرقابة لديكم، يعني مثلا مركز الملك سلمان يفترض يعني هو يتبع المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية تدعم الشرعية، أنتم جزء من الشرعية، لما لا يتم التنسيق بينكم على الأقل بين المركز وبينكم إن كانت المنظمات لا تتجاوب معكم بإرسال لكم تقارير أولا بأول بعدد السلال بكيفية من هي المنظمات التي استلمتها؟ هذا كلام صحيح. في الأسبوع الفائت كنت أنا في زيارة لعدن وقابلت أخينا مسؤول مركز سلمان للإغاثة الإنسانية مكتب عدن، وتطرقنا إلى كثير من هذه الجوانب التي يفترض أن تكون اللجنة الفرعية للإغاثة في تعز على علم بها وعلى علم بما تتسلمه المنظمات الداخلية أو الخارجية فيما يتصل بما يقدمه مركز سلمان. نحن حقيقة نشكر مركز سلمان ونعتبره مخزن أو رصيد لنا في اليمن فيما لو انقطعت السبل حتى عن بلادنا فيما يتصل للإغاثات العالمية. نحن نعتقد أن مركز سلمان كفيل بأنه يستمر معنا ويمدنا بالإغاثة، لكن مطلوب مننا دور مهم أن نتبع الآلية السليمة فيما يتصل للإيصال هذه الإغاثات لمستحقيها، وبالتالي هذه الخطوة
ومحطتها الأساسية هي اللجنة الفرعية للإغاثة، حتى لا نظلم برضو مركز سلمان فيما يتصل بما يقدمون. إحنا تمر علينا كثير من الإغاثة لا نعرفها، وبالتالي نقول نحن ما حد يقدم لتعز شيء، ما عندنا شيء، ما عندنا حاجة تقدم، وبالتالي هذه مسؤولية المنظمات. نحن لا نعمل لما الغيب سيدتي الكريمة، نحن لا نعمل الغيب. الحاجة الثانية إنه إمكانيتنا في اللجنة الفرعية، كل الموجودين في اللجنة الفرعية ووحدتها الفنية يعملون طوعياً، لا يتقاضوا شيء فيما يتصل بأعمالهم. هذا العمل الطوعي نحن بقدر الإمكان نحاول أن نوصل للمنظمات، نعرف ما هي ما دخلت الإغاثة لمدينة تعز، هذه الكيفية التي نتعامل فيها نحن. نحن نقول إنه لابد هذه المنظمات تتساعد معنا. مركز سلمان، مكتب مركز سلمان في عدن تفهم المسألة وكانوا متفهمين للموضوع وأعطوا انطباع ممتاز لعلاقة جيدة في المرحلة القادمة فيما يقدمه مركز سلمان. نعم، إذن يعني بالإشارة لرسالة الأستاذ عبد الرقيب فتح التي يعني كنا نتوقع أن تكون أكثر وضوحا يعني تحديد هذه المنظمات، يعني رسالة مقتضبة ليست بقدر حجم البلل الحاصل والكمية المهولة من السلال التي يعني المفقودة. يعني لما لم يشير، طالما عرف بأسماء هذه المؤسسات التي استلمت السلال الغذائية، لما لم يشير أيضا إلى العدد الذي يعني استلمتها كل منظمة حتى يتم الأمر بوضوح للناس؟ ربما الأهمية أنا أعتقد أنه تعطى للمذكرة التي عملناها نحن لهذه المنظمات. ما يتصل برأي الأخ الوزير بعرض هذه المنظمات هي صيغة مقتضبة لما يتصل بهذه المنظمات التي استلمت مركز سلمان، لكن مسألة البحث فيما يتصل بما دخل من تعز في إغاثة هي مسؤوليتنا نحن في اللجنة الفرعية، وبالتالي نحن كملنا المسألة فيما يتصل بهذا الأمر بإعطاء رسائل لهذه المنظمات للكشف عن هذه الأرقام التي أعطيت من مركز سلمان وكيفية توزيعها وكيفية العمل فيها. أنا أعتقد هذه سوف تعطينا محطة أساسية فيما يتصل بأداء اللجنة الفرعية في المرحلة القادمة فيما يتصل بمحطة عملها بالتنسيق والإشراف والرقابة. نعم، إذن يعني بالإشارة للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمكتبكم أستاذ رشاد، يعني كان هناك يعني لهجة ربما توضح بمدى التوتر الحاصل بين السلطة المحلية يعني وبينكم كلجنة إغاثية عليا يعني وأنت وكيل للمحافظة أيضا، يعني كيف يمكن أن يستمر العمل وكل هذه يعني المشاحنات موجودة والتضاربات في القرارات وفي رفضها أو يعني تنفيذها؟ أنا أعتقد بأن اللجنة الفرعية عندما شكلت على أساس من اللجنة العليا للإغاثة، وهي مرحلة فارقة في لمرحلة ما بعد الحرب، وهي مرحلة بعدها إنساني وبعدها اتخذت من حساسية المنظمات المانحة، بأنه كان دورنا إشرافي رقابي تنسيقي، وبالتالي لم نتدخل نحن في الأعمال الإغاثية أو ما يتصل بما يحصل عليه المنظمات من إغاثات. مشكلة ليس عندنا مشكلة، نحن نقول إنه اللجنة الفرعية تشكلت بقرار. عندما جاء أخينا المحافظ وأصدر تعميم بإعطاء مهام من مهامات اللجنة الفرعية لمكتب التخطيط، أنا أعتقد أنه كان غير موفق فيما يتصل بهذه المسألة، لأنه فيما يتصل بعمل اللجنة العليا وعمل اللجنة الفرعية للإغاثة استوعبت أعمال مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واستوعبت أعمال مكتب التخطيط. نعم. في إذن إطار اللجنة الفرعية كمرحلة انتقالية. نعم. وبالتالي عندما حصلت هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائية كان يفترض أن تتم عمل هذه المكاتب في إطار اللجنة الفرعية. المحافظ، أنا لست متمسك باللجنة الفرعية على الإطلاق على العموم، لكن لا يمكن إسقاط قرار بتعميم
وبالتالي أقول ما عمل لا يقتضى مسألة قضم يعني اللجنة الفرعية من اختصاصها شيء فشيء، هذا غير ممكن. اسمح لي بسؤال أخير أستاذ رشاد، يعني لم يعد لدي المزيد من الوقت. وأعمالها مكتملة. اتضحت الفكرة هذه أستاذ رشاد. يعني سؤال أخير حتى أستفيد من وجودك، يعني بالنسبة للرسالة التي قمتم بإرسالها للمنظمات، إن لم يتم التجاوب معكم خلال أسبوعين، ما هي يعني خطتكم أو كيف يعني تبحثون عن في الأمر، وكيف يمكن تفادي حدوث مثل هذه الإشكالية مستقبلا؟ في نصف دقيقة أنت كرمت سيد. نحن أنا أعتقد أنه ما يثار حول المسائل هذه في تجاذبات كثيرة، وأصبح في تعز كل شيء مختلف عليه. هذه مسألة أنا أعتقد غير طبيعية. نحن لم نعلن الحرب على هذه المنظمات بهذه الرسائل على الإطلاق. نحن سوف نتعامل مع هذه المنظمات بالكيفية التي نحصل عليها على هذه المعلومة. نحن على ثقة من هذه المنظمات إنه ليس من صالحها وليس من الطبيعي التعامل على حاجة مثل هذه المعلومات، وبالتالي هذه ليس رسائل حرب سيدتي، وإنما نعم. رسائل إدارية فيما يتصل بما نطلبه نحن من هذه المنظمات لا أكثر. إذن نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ رشاد الأكحلي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. وشكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.